تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في بداية هذا الصباح الجميل، الصباح الرمضاني، نصبح عليكم بالخير، نتمنى لكم يوم سعيد، يوم إيجابي، يوم صحي. وهذا البرنامج هو برنامجكم، مثل ما تعودوا دائما أن نقول هو برنامجكم، نسعد بتواصلكم، ملاحظاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم، شكاويكم، أي شيء حابين تشاركونا فيه بما يتعلق بالخدمات الصحية، النظام الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، بكون معاكم تقريبا على مدى ساعة على الهواء، نتناقش فيها في أهم المواضيع الطبية اللي تهمكم. فتواصلوا معنا على رقم التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. ما شاء الله رمضان طار، طيران ما بقى منه شيء، الله يعود إن شاء الله علينا وعليكم بالصحة واليوم والبركة. خلاص إحنا عشر الأواخر، إن شاء الله أسبوع الجاي عيد. أتمنى أن كان رمضان فرصة لنا كلنا وأنا معاكم إن إحنا غيرنا بعض العادات الصحية، إن إحنا استفدنا من رمضان، ما نهدم كل شيء استفدنا منه خلال ساعات الصيام بعد الفطور. أنا أسميها مجزرة على الفطور، اللي يستوي على الفطور عبارة عن مجزرة، صفرة لها أول ما لها آخر، مرت حتى ما تروح تشوف آخر الصفرة وين، ومتنوع الأصناف والأنواع تخلي واحد مو بعرف شو يأكل. أكلوا من اللي تحبونه لكن بمقدار، حطوا من كل شيء تحبونه، تحطوا ولا شيء في خاطركم، لأن في النهاية الأكل نعمة وإحنا لازم نستمتع فيها، عشان إذا تم شيء في خاطرنا وحرمنا منه، حرمنا نفسنا منه 100%، هني يستوي الأكل غير الصحي، أصير أكل منه كميات غير صحيحة وغير صحية، وبالتالي الضرر منه بزيادة الوزن أو يأثر عندي على السكر أو يأثر عندي على الكوليسترول وغيره. فهذه نصيحة لما تبقى من رمضان، يعني تقريبا 10 أيام أو أقل تمت من رمضان، ما فات الأوان. إذا كنت مدخن إلى الآن تدخن، ما فات الأوان، توجه إلى قطاع الرعاية الصحية الأولية للعيادات، وخذ موعد في عيادة التدخين. وعيادات التدخين يا جماعة إحنا من كثر ما نحب يعني نبى ندعمكم في سالفة الإقلاع عن التدخين، حتى نقول لكم بلي موعد. وعيادة الإقلاع عن التدخين الوحيدة إلا ما تحتاج تحويل، يعني مو لازم تدخل على طبيب الأسرة هو يحولك، روح مباشرة اتصلوا في الكول سنتر مع الهيئة على 800-342 واستفسروا عن مواعيد عمل عيادات الإقلاع عن التدخين إلا موجودة في الطوار والبرشة، وروحوا ملي موعد بدون تحويلة. حتى لو أنت مو مقتنع بالإقلاع عن التدخين، أنا أدري في كثير منهم يقولك دكتور أنا مش مقتنع ما بأقلع، ما عليه، إحنا ما نقول إن لازم أنت تكون مقتنع بالفكرة، أنت حتى لو مو بناوي تقلع فقط روح زيارة، ترى القعدة في عيادات الإقلاع عن التدخين هي قاعدة دردشة مع الدكتور، أطباءنا ما شاء الله رائعين ودمهم خفيف، ويوم تقعد أصلا ما تحس أنك قاعد مع طبيب، تحس كأنك قاعد مع صديقك يسولف معاك عن عاداتك، كيف تقضي يومك، ويبدأ يسألك أسئلة لها علاقة بالتدخين، وما رح يطلب منك توقف التدخين في نهاية الجلسة، ما رح يقولك انزل اليوم تيتني خلاص بعد هذا توقف التدخين، ما رح يقولك هالكلام، راح يعطيك ممكن موعد ثاني تردود دردشو مرة ثانية، ويعرف شو سبب ارتباطك بالتدخين. ترى دائما كل العادات اللي عندنا هي مرتبطة بأشياء احنا نحبها أو بمواقف مرت علينا، وخصوصا عادة التدخين. مثلا في ناس تدخن لأن مثلا لما يكون عندها توتر في العمل هاي طريقتها في التنفيس عنها، لما يكون عندها مشاكل مثلا في البيت هاي طريقتها في التنفيس عنها، في بعضها لا، في ناس يمرون علينا تدخن فقط للمتعة للمزاج مثل ما يقولون، والله ما يدخن، ممكن ما يدخن طول اليوم، وهذه مثلا في رمضان ما يدخن طول اليوم، لكن هو للمزاج مثلا قاعد طلع مع الأصدقاء في الليل مع فنجان القهوة، فكل واحد وشو سبب أنه لا يزال يدخن. فروحوا العيادة، وعد الدكتور ما رح يقولكم والله وقفوا تدخين اليوم وخلاص يا آخر جيجارة دخنت اليوم الصبح قبل ما تيني، فخذوا
هذه الخدمة الجميلة احنا عندنا، لأن فعلا خدمة رائعة، استشارة جميلة تحصلونها وتحسون كأنها دردشة، وإن شاء الله إن شاء الله تستفيدون. الفكرة نحن نزرع فيكم البذرة، البذرة عرفتوا لما أنت تيجي عيادة الإقلاع عن التدخين، هو أنت أخذت المبادرة، هذا هاي مبادرة جميلة وإحنا نشجعك عليه، وإحنا يعني لو يستوي بنصفق لك والله، لأن أنت كفاية أنت أخذت مبادرة ويت أخذت من وقتك من نهارك ويت العيادة ودورت باركينج وتريت الدكتور ودخلت على الدكتور وخذيت من وقتك وعطيت لهالعيادة عشان تسمع شو عند الدكتور يقول لك عن الإقلاع عن التدخين، فهذا يكفي حس المبادرة اللي عندك هذه. فأنا كل حد يسمعني اليوم مدخن فقط نبغى إن أنت تبادر وتصير فقط، ما راح نقول لك بعد ما تطلع وقف تدخين. فهذه رسالتنا حق اليوم عشان إن شاء الله نستفيد من الباقي من رمضان، لأن رمضان هو أسهل وقت نقلع فيه عن التدخين. مثل ما تعودنا دائما يكون عندنا دراسة، دراستنا اليوم شو تقول؟ أعتقد الدراسة مهم كثير من النساء وحتى الحين الرجال. تقول الدراسة يسبب تساقط الشعر قلقا لدى أي شخص من الجنسين، غير أنه يزعج النساء أكثر. وقد حدد خبراء من ألمانيا التغييرات الصحية التي يمكن أن تسرع في تساقط الشعر. هذا السؤال أكثر تداول أعتقد، حتى في وسائل التواصل لو دورت أكثر سؤال ينسأل ليش شعر يطيح. 5 علامات تشير إلى أن نقص اليود في الجسم، شو التغييرات الصحية؟ نقص اليود في الجسم والحمل، فأثناء فترة الحمل يزداد مستوى الإجهاد وهذا بدوره ينعكس على حالة الشعر. لحسن الحظ بعد ولادة الطفل تعود حالة الشعر إلى سابق عهدها. أيضا انخفاض نشاط الغدة الدرقية، عندما ينخفض نشاط الغدة الدرقية يسبب انخفاض مستوى الهرمون بالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر. الذئبة الحمراء مرض مناعي ذاتي بسببه تبدأ خلايا المناعة في مهاجمة خلايا الجسم السليمة مسببة التهابا داخليا وبدوره يسبب تساقط الشعر. التوتر النفسي الحاد، وأنا من وجهة نظري متواضعة كطبيبة أسرة أحس هذا السبب الرئيسي لمعظم الحالات اللي احنا نشوفها. التوتر النفسي الحاد اللي يواجه الإنسان بعد مثلا حادث مؤلم، انفعال، موقف مؤلم مر فيه، يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الشعر بصورة طبيعية. أيضا فرط نشاط الغدة الدرقية يسوي، يعني خمول الغدة ونشاط الغدة اثنيناتهم يسوي تساقط الشعر. دور اليود والمغنيسيوم أيضا في الشعر وايد صارت عليه دراسات، وفي كثير يجون العيادة يطلبون مكملات غذائية أو يطلبون تحليل اليود والمغنيسيوم لأنه يدخل في تركيب الشعر والأظافر وممكن يأثر في تساقط الشعر. لكن الرسالة اليوم بعطيكم إياها من هذه الدراسة، كثير لما يجون يقولون عن أن شعرنا يطيح، لازم نفهم الفرق بين تساقط الطبيعي للشعر والتساقط المرضي للشعر اللي يؤدي ليكون الشعر وايد خفيف ان الفروه تبين. معظم الحالات مر العياده وانا اقول المعظم يكون تساقط الشعر عندهم طبيعي، طبيعي يوميا لما السبح نلاقي شي كومه صغيره من الشعر طاحت، طبيعي لما نمشط يطيح الشعر في المشط، هذا جدا طبيعي. طبيعي لما تلفين شعرك تلاقين شعر محطوط في التوكه مالتك او في ربط الشعر، هذا جدا طبيعي لان الجسم يتجدد بهذه الطريقه. حتى جلدنا ترى يطيح، جلد اليد وجلد الوجه كله يتجدد بهذه الطريقه. اللي يستوينا نحن النساء يكون عندنا خوف، ما نبى ولا شعر يطيح من راسنا. تقول دكتوره انا شعري وايد يطيح صرت قرعه، لما نفحصها لا زال هناك ما شاء الله كميه وفيره من الشعر على راسه، والدليل وتقول لك من سنوات عندي تساقط. زين انت لو سنوات عندك تساقط بتلاقين الشعر جدا خفيف. الحمد لله، الحمد لله ان النساء مثل ما يقولون لا يصابن بالصلع تماما، يعني مستحيل الحرمه تسوي قرعه طبيعيا، قصدي يعني طبعا بالكيب اللي عندهم سمح الله السرطان وياخذون علاج كيماوي هذا شيء ثاني، لكن المراه طبيعيا ما تستوي قرعه عكس الرجل. الرجل تشوفين يستوي عنده مرحله تصحر في راسهم، يستوي صلعان عادي، يستوي رجل اصلع، لكن المراه لا تستوي صلعه، يخف شعرها نعم لكن ما تستوي صلعه. فنبان نميز بين هذا، نبان يكون عندنا وعي انه متى فعلا يعتبر طبيعي، متى يعتبر هذا تساقط مرضي ولا يحتاج تدخل. وانا ليش اقول هالشيء؟ لان للاسف كوني انا نشط على وسائل التواصل الاقي كميه المنتجات اللي تسوق على انها تمنع تساقط الشعر وتعيد انبات البيبي هير على قولتهم، والصور المصاحبة لا يحطوا لكم بنت شعرها ذي الحصان ما شاء الله وهالمتن ومكتوب خلال 3 أشهر من استخدام الزيت الفلاني أو الحبوب الفلانية، هذا كله غش تجاري. والله أنا ما سمي حتى غش تجاري، غش للناس. يعني مستحيل أيا كان اللي تستخدمونه
خلال شهور يطلع ويسوي هذا الشعر هذا كله. هذا مستحيل، خذوها ضمانة من دكتورة ندى الملا. ما في أي منتج تستخدمونه، لا تقولك والله في المركب الفلاني، أنا ما بقول أسمى مركبات لأن من بقولها بتعرفون الزيوت الموجودة، مركب الفلاني فيها المركب هذا ومعروفة تجارب الزباين من زمان، ترى كل هذا غش، ما في منتج بهالطريقة، فما بتنساقون. والمشكلة هالمنتجات سعرها مو برخيص، جدا مكلفة، وتقولك خذيها 6 غرش زيت عشان والله تطلع النتيجة، 6 غرش زيت وغير ريحة الزيت مو حلوة بعد تكون، ويصبغ الإيد وحالة. فيا بنات الله يخليكم، ما نبغى ننساق، واعتقد حد الريايل الحين يشترون، واحدة قالت لي بعد من زباينها وايد من الريايل، ما نبغى ننساق ورا هذه المنتجات اللي تدعي أن توقف تساقط الشعر. نفس المنتجات اللي تسوق أنها تكسر الدهون، وأنتي ما تسوين رياضة تكسر الدهون، أيضا هذا غش. أنا آسفة أن أقول هالكلام، لأن أدري في كثير معتمدين عليه للعيد أنه يأخذون حبوب تكسر الدهون وهي ياسة من غير رياضة، لكن للأسف هالكلام غير صحيح. زعلتكم من فيه الكفاية صح لما قلت لكم ما في شيء رح يسوي مع تساقط الشعر، وما في شيء رح يكسر الدهون. فناخذ إن شاء الله حين بريك، نطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نواصل برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. عندنا اليوم أخصائية التغذية الأستاذة نجلة درويش، أخصائية التغذية في إدارة التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، بتكلمنا عن نصائح لتجنب العطش مع بداية ارتفاع الحرارة. ما شاء الله الجو الحين بدأنا نحس الحمد لله بالصيف، بداية رمضان كان الجو زين، فنشوف نجلة شو عندها تقولنا من نصايح لتخفيف الإحساس بالعطش خلال الصيف. صباحك ورد يا نجلة. صباح النور والسرور. هلا فيك حبيبتي، شو أخبارك؟ الحمد لله. نجلة خبرينا الحين، بما أن الحين أحس رسميا الصيف بدأ يدخل، درجة الحرارة توصل تقريبا 45 والنهار قاعد يطول فيطول فيطول، فكيف تفادى العطش مع الصيام؟ يلا نحن الحين على الأيام اللي هي العشر الأواخر، الأيام مباركة إن شاء الله على الجميع يا رب. طبعا الموضوع مهم، بحيث أن نحن من الحالات اللي يعني تينا نشوف أن يصير عندهم الناس يمني مثلا على الميزان وزنهم، ونشوف حالاتهم أن صدق الماي بدأ عندهم ينقص خاصة في الفترة الأخيرة. صحيح. يعني نسبة السوائل الجسم بدأت تقل، فيامين نسألهم يقول إحنا ما نشرب ماي بكميات كافية أو ما عندنا وقت، فحبيت أتطرق للموضوع وإنهم يأخذونه كنمط حياة يعني صحية حتى بعد رمضان حتى بعد العيد، بحيث أنهم مثلا يتجنبون الأطعمة المملحة المكسرات المالحة، وإنهم لما يكسرون صيامهم أفضل إن يكسرونه بالماء، كوبين من الماء أفضل من إن يكسرونه بعصائر محلاة مضاف إليها سكر. فهني يستفيدونها من الأوقات هاي، إن في كل وقت ممكن يدخلون فيه ماء بس على فترات يعني. ف يعني نقولها مثلا على وجبة السحور، في ناس مثلا يتمون طول الوقت من الإفطار للسحور ما يشربون الماء. نعم. ما يذكرون إلا وجبة السحور إنه خلاص خلاص الحين بيأذن ولازم نشرب ماء. صحيح. يشربون كميات كبيرة من الماء، هني يصير في عبء على الكلى وما يستفيدون منها، يعني كثر ما أن الاستفادة تكون على فترات متقطعة خلال يعني خلال الإفطار، فبالتالي الجسم يضطر يتخلص من الكمية هاي من الماء وما يستفاد منها مثل ما نقول الماء يعوضونه من البداية. طبعا ما فيها قلت كملي يا نجلة. فهم يعني في بعضهم طبعا يكثرون شرب المشروبات اللي هي الغنية بالكافيين، المشروب منبهات والأشياء هاي، وينسون كذلك شرب الماء، حتى أن في كثير من حراتهم ظنن منهم من المشروبات هاي اللي هي المنبهات تغنيهم عن شرب الماء، لأن هي سوائل في النهاية. ليش الكافيين زعلانين منه في رمضان يا نجلة؟ ليش يزعلون يقول لك شرب الكافيين؟ نحن نشجع عادي، خصوصا متعودين على الكافيين، بالعكس في فوائد للشاي الاخضر الشاي الاحمر، في فوائد للقهوه. نعم. بس نحن نقولهم ان يعني اثناء يوم يشربون المشروبات هاي والنبهات ما ينسون شرب الماء، يعني ضروري. نعم. انه على الاقل مع كل جلاس كافيين او منبهات انه يكون بعد احتار مثلا كوبين ماء. نعم. عشان انه يعوض النقص اللي قد يحصل، او مثلا لان تكون كميه ادرار البول كبيره، فبالتالي الشخص يصاب بجفاف. صحيح. فنحن نقول لهم لازم يعوضون بشرب الماء. كثرون كذلك الحين في فتره الصيف نوصيهم على البطيخ، يعني كان غني بالسوائل وفي نسبه ماء تعدى حوالي 90%، فهاي بعد تساعدهم انهم يتغلبون على فتره العطش اثناء الصيام، وانه يعني يعوض السوائل حتى في اجسامهم، حتى بعض الخضروات اللي تكون غنيه بالماء
مثل الخيار والجرجير، الخس، الخضروات اللي فيها نسب ماي، هاي بعد ممكن يستغلونها حتى في ان يدخلونها باكلاتهم عشان انه يعوضهم حتى عن السوالي يحتاجها جسمهم. طبعا فتره التعرض للشمس لازم ما تكون كبيره، يعني ما يتعرضون للشمس فترات اجهاد تكون يعني انهم يعرضون فيها خلال النهار، فبالتالي يخسرون كثير من السوائل في اجسامهم والاعضاء محتاجها، السوائل او الماي بالذات لكثير من وظائف داخليه وحتى لهضم الطعام وحتى لترطيب الجلد. احنا يعني نعرف فوائد الماي على الجسم يعني، وبالتالي الجفاف حتى ممكن يسبب مشكله زياده الوزن عند بعض الحالات. صحيح. يعني انهم مثلا يركزون على الاطعمه اللي هي الوجبات السريعه، الاطعمه المملحه، فينسون بالتالي شرب الماي. فهني يعني لازم ننبههم على هالشغلات، خاصة حتى يعني تكون عندهم عادة بعد رمضان انهم لازم حتى يعوضون شرب الماي دائما. يعني ودائما دكتورة ندى نحن نقولهم على حسب وزن الشخص، صح، فأنا ما أقدر أحدد احتياجات الشخص، يعني مثلا الصغير احتياجاته تختلف عن احتياجات الكبير، فنحن حتى نقولهم على حسب وزن الشخص، إنه كل ما زاد وزن الشخص كل ما زادت احتياجاته للماي أكثر. صحيح. فنحن دائما نقولهم هالشيء، إنه ما ياخذونه بس قاعدة إن هي لترين وبس، نحن نقولهم أقلها لترين، ولكن قد تكون أعلى أكثر احتياجات الشخص، كل ما زاد وزنه كل ما احتاج شرب ماي أكثر. يعني عادة نحن ناخذها بمعادلة نضربها ب30 تطلع لنا كمية الماي اللي يحتاجها. صحيح. طبعا نستثني عنها السوائل الباقية مثل العصائر أو الأشياء الثانية، لأن الحين نقولهم بس الماي هذا لازم تركزون عليه. طبعا في ناس سواء في رمضان وفي العادة في رمضان أكثر شيء يستعيضون عن الماي بالمشروبات، فخطر المشروبات اللي تكون مسكرة وفيها نسبة أو سكر عالية، المحلى المضاف المحلى، إليها نعم. سكر، هذه لا هذه بعد ممكن تسبب لهم عطش زيادة، ممكن تعطشهم لأن تسبب زيادة لأن إدرار البول، صحيح؟ هي لأن السكريات بعد تسبب العطش، الحلويات السكريات هالأشياء تسبب لهم العطش، فمحتاجين لازم يعوضون بالماء، فهاي ما تغنيهم عن شرب الماء صحيح. كذلك. فأفضل يشربون الماء مباشرة بدل ما ياخذون أي مشروبات فيها سكريات، فيها أكيد. ألوان. ولو اضطروا من خذوا مثلا الأشياء هاي يفضل يقللون منها، أو حتى يضيفون عليها ماء يعني بزيادة. نحن نقولهم حتى اللي المشروبات المحلى أو اللي فيها يعني شوية أصباغ تخفف بالماء، صحيح صحيح يكون أفضل. صحيح. في بعض الخرافات دكتورة أنت حبيت أذكرها، اللي هي أكيد. خرافات عن موضوع العطش في رمضان، أن الناس لما يكسرون الصيام يشربون ماء بارد جدا عند الإفطار ظنا منهم أن يروي العطش. هذا أحس المعدة تنصدم، تيها صدمة عاطفية بعد هالماء البارد اللي شربوه. صحيح، هذه بعض الاعتقادات اللي الناس تظنها أنها تروي عطشهم، لكن حقيقة يعني شدة برودة الماء يعني تقلل كفاءة الهضم. بالضبط، صح. هي وتؤدي لانقباض الشعيرات الدموية بالمعدة، بالتالي تظهر بعض الاضطرابات الهضمية عندهم من شرب الماء البارد جدا، يعني على معدة خالية في فترة طويلة من صوم النهار يعني، وبعدين صح. يشربون الماء مثلا دفعة واحدة. أنا أحس أنهم يكونون أن صيام يعني يشتهون الماء البارد فيشربونه يحطونه، أنا عارفة طبع في بيتنا يحطونه أبرد شيء، أو لأنهم عطاشة فيطلع الماء تقريبا مثلج وفعلا يسوي عسر في الهضم. يسبب عسر في الهضم، فنحن هنا ننصحهم أنه يعني يشربون الماء حتى ببطء وعلى دفعات، يعني مو بأنه دفعة واحدة، لأن بعد ممكن يصير عندهم اضطرابات بالمعدة. ومثل ما قلنا بعد الاعتقاد الثاني انهم يكثرون شرب الماء وايد على السحور، صح، يعني بعد هالطريقه تكون خطا، لان بالعكس بيحسون بالتعب والاجهاد خلال فتره النهار. طبعا هالنصايح مو بس برمضان، احنا ننصحهم حتى في فتره الصيف، صحيح، انه لازم يعني يكون الماء معاهم في مشاورهم اثناء عملهم وين ما كانوا. المفروض حتى اللي يمارس رياضه او اللي يروح مثلا يمشي لفتره نص ساعه او حتى اي نوع رياضي يمارسه على الأقل كل ربع ساعة على الأقل يشرب له 50 إلى 100 ملي ماي خلال ممارسة الرياضة، حتى بعد ما يرجع من الرياضة بعد مفروض إنه يعوض شرب الماي، نظرا إنه تعرض يعني لأنه تعرض لنقص الماي في جسمه عن طريق العرق. نعم، تعرق. صحيح. شاكرا لك أستاذة نجا درويش، اختصاصية التغذية في إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، هذه مداخلة عن نصائح لتجنب العطش مع بداية ارتفاع الحرارة. شكرا لك يا نجلة ونهارك سعيد. كل الشكر والتقدير لكم. شكرا. قبل ما نطلع الفاصل في رسالة على السريع، يقول صباح الخير دكتورة عن الهالات السوداء،
أسبابها المعروفة والغير معروفة خاصة، وطرق علاجها والوقاية منها، والسبب الشعور بالنعاس سواء نمت مدة كافية أو غير كافية. طبعا السؤال هذا جدا طويل ما نقدر نجاوب عليه كامل، لكن بنجاوب على الجزء الأول خصوصا الهالات السوداء. هالات السوداء جزء كبير منها طبيعي، في كثير من الناس عندها هالات سوداء تحت عينها. ايضا الناس اللي ينزل وزنها وايد يستوي عندها هالات سوداء، الناس اللي نظام دوامها شفتات، اللي ما تنام في الليل فتره كافيه، اللي يستوي انه تحت العين عندنا دهون تحت الجلد، جلده العين وين مكان فيه الهالات، مع السهر والتعب هذه الدهون تذوب، بالتالي هذا الجلد يكون على عظمه الجمجمه اللي تحته، فهذا يعطي احساس ان المكان اسود. عرفتوا كيف؟ هذا بعد أيضا عشان المنتجات اللي تروج أنها تتخلص من الهالات السوداء لأنها غير صحيحة. ليش؟ لأن الجلد نفسها ما اكتسب اللون الأسود غير من العظمة اللي تحته، لأنه ما في دهن تحته، بالتالي مهما بتحطون عليه منتجات ما رح يساعد في تخفيف من الهالات السوداء. ممكن بعض المنتجات تحتوي على نسبة عالية من الكورتيزون، تلاحظون فيها تأثير مؤقت، لكن كلنا نعرف تأثير الكورتيزون بعد ما توقفون ترجع تصبغات أشد من قبل وتأثر جدا امتصاص الكورتيزون من الجلد، ممكن يأثر على عمل الكلى وغيره. فما نبغاكم تستخدمون أي منتج عندكم هالات سوداء. طبعا هناك أمراض تسوي هالات سوداء، مشاكل الكلية، الغدة الدرقية تسوي هالات عن بعض الناس اللي عندها هالات سوداء. نصيحة، استثمري في بشرتك واستثمري في صحتك، شوفي طبيب جلدية زيارة واحدة. ممكن أنا أعرف بعض الأطباء ممكن ينصحك خذي كريمات غالية وكورس 6 شهور ويكلفك ثروة، لكن خذي استشارة لسبب الهالات السوداء اللي أنت عندك. سوي أول شيء فحوصات سواء كنت رجل أو مرأة، فحوصات عن طبيب الأسرة، فحوصات الطبية العامة، تشوف طبيب جلدية معروف يعطيكم راية في علاج الهالات السوداء. مو شرط تاخذه من عند العلاج، لكن رجاء ما نبغى الكريمات والمنتجات اللي تسوق في وسائل التواصل انها في ليلة وضحاها يجلب الهالات السوداء تسوي بيضة، لان كلها منتجات يا مغشوشة يا تحتوي على كمية عالية، ممكن من الرصاص، ممكن من الزئبق، ممكن من الكورتيزون، فيها منتجات غير مصرح فيها وفوق الكمية المسموح فيها. وهذه من تجارب، حتى لو يقول لكم ورقة من أي هيئة يقول لك والله تحليل المنتج، أنتوا خذوا المنتج وروحكم حللوا، ودوا مختبر دبي وخلي مال تابع البلدية وحللوا بنفسكم، عشان قبل ما تحطون أي شيء على وجهكم أو على جسمكم أو تبلعون أي شيء تتأكدون من التركيبة مالته، عشان ما نطلع بضرر أكثر من النفع. احنا رح نطلع ان شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل رح نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل معنا على ارقام التواصل 600551414 ورسائل النصية على 4006. مثل ما نعرف تبذل هيئة الصحة بدبي جهودا كبيرة في سبيل تعزيز جودة الحياة وتحسين أنماطها، وللهيئة في هذا الجانب العديد من المسارات المهمة من بينها المسار الرياضي، حيث تحرص على التواجد في جميع الفعاليات والمنافسات الرياضية التي تشهدها دبي، إلى جانب مبادراتها المتعددة في المجال نفسه على مستوى المسابقات الداخلية لموظفي صحة دبي. بكلمنا عن هالموضوع بيكون معنا إن شاء الله عن طريق الهاتف الأستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة دبي. يا صباح الورد يا حمزة. صباح النور والسرور. كل عام وانت بخير، معنا خلص رمضان بس هانت لاحق اللي باجي. طار رمضان. طار رمضان، وصلنا العشر. انزين يا حمزة خبرنا الحين، إلى مدى أي مدى تسهم هيئة الصحة في هالأنشطة الرياضية اللي تقدمها في تغيير عدد أفراد المجتمع، تغيير مفهومهم في الرياضة، تشجيعهم على الرياضة، إيش كثر إحنا قاعدين نأثر في الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص الرياضة وأهميتها ومساهمات ومبادرات هيئة الصحة في البداية، خلينا ما دام نحن في شهر رمضان خلينا نتكلم شوي عن دورة نادي الشباب الرياضي، الناس اللي نحن شاركنا معاهم السنوات السابقة والسنة شاركنا. دائما بطولة نادي الشباب الرياضي ناس هاي تقام بتوجيهات من ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد. وتنظمها مجلس دبي الرياضي. وأنا أشكرهم على المسؤولين القائمين على هذه الدورة
باسم تنظيمهم الدورة وإخراج الدورة بشركة بطريقة لائقة. نعم الدورة بدأت، دورة نادي الشباب، أعطيك فكرة بس عن دورة نادي الشباب. دورة نادي الشباب بدأت سنة 2013، نعم الحين نحن في السنة السابعة من هذه الدورة 2019. عدد المشاركين من 2013 إلى الحين في ازدياد دائما. السنة بلغوا جميع السنوات 7 سنوات 30,000 لاعب ولاعبة مشاركين في دورة نادي الشباب من 2013 ل 2019. ما شاء الله. دورة نادي الشباب هدف الشعار تحت شعار قدرات لا حدود لها، هذا شعارهم. نعم. وبالتالي جوائز الراصدين للدورة السنة 6.5 ملايين درهم. نعم. وبالتالي تشوفين عدد الرياضات اللي شاركوا 13 لعبة السنة، كل سنة يزيدون لعباتهم طبعا في جميع الأنشطة، قدم، طائرة، تنس، جميع العاب، جري، سباق الدراجات. وبالتالي هم قائمين بدعم هذا النشاط وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان. وبالتالي نحن كهيئة الصحة جزء من دوائر حكومة دبي ان نشارك في مثل هذه الدورات سنويا في بطولة. وبالتالي نحن عندنا موظفينا الحمد لله دائما يشاركون في جميع البطولات والمبادرات الموجودة على في مدينة دبي. وبالتالي الحمد لله نحن بهالطريقة نساهم أن يكون في هيئة صحة في نشاط رياضي مقابل العمل اللي يقومون فيهم في نشاط رياضي في شهر رمضان وبعد شهر رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. فما شاء الله يعني النشاط الرياضي، يعني الناس اللي تتحجج تقول لك ما بسوي، ما في وقت في رمضان نسوي رياضة، أو كيف راح يسوي رياضة في رمضان، أكبر دليل إن في بطولة الناس تشارك فيها. كيف إقبال الناس في البطولة يا حمزة؟ في بطولة شهر رمضان يعني احنا نتكلم بطولة ناس، اهم بطولة واقوى بطولة في على منطقة الخليج طبعا. نعم. بطولة ناس يعني معروفة يعني. جميع دوائر حكومة الدول مشاركين، تحسبي كم دائرة عندنا ما شاء غير الله. الناس اللي يشاركون افراد يعني شخصيا يشاركون. نعم. يعني كان في جري حوالي 16,000 مشارك، كانوا مشاركين في جري بس ما شاء الله السنة. نحن كهيئة شاركنا في حوالي 5 ألعاب، شاركنا بالكراسي المتحركة واصحاب الهمم، وشاركنا مسابقتين تحدي الليلي الفردي وفرق شاركنا. نعم. شاركنا سباق دراجات الدكتورة مهناز فازت بالمركز الثاني الحمد لله ما شاء الله عليها. وبالتالي نحن نشارك في جميع الألعاب. موظفين هنا دائما حريصين على مشاركة في هذه البطولات شهر رمضان أو غير شهر رمضان. صحيح. وبالتالي الحمد لله وعدد الموظفين في ازدياد دائما يعني إن شاء الله. صحيح. حمزة، كيف تعزز هيئة الصحة ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة في أوساط المجتمع؟ شو النشاطات المختلفة إحنا نسويها عشان نعزز مفهوم الرياضة لدى المجتمع؟ نحن عندنا خطة سنوية أن جميع أنواع الرياضات اللي نسويها في جميع الألعاب، يعني كرة سلة، كرة طائرة، مشاركتنا في بطولة شيخ هند، بطولة شيخ هند في جميع الألعاب الرياضية للسيدات بس. ممتاز. يعني ممتاز للسيدات. في كرة الريشة السنة الماضية خدنا الأول في كرة الريشة، نحن ما شاء الله خدنا في الشطرنج، في الشطرنج خدنا يعني جميع الألعاب نشارك، طائرة، سلة، سباحة، بولينج، كل نعم. الألعاب الموجودة في بطولة شيخ هند نحن نشارك هي الصبح. وبالتالي نعم. يكون عدد المشاركين متنوعة في مثل هذه الألعاب، يعني مو كل الناس يلعبون طائرة وسلة. نحن عندنا في الهيئة الحمد لله في فتيات بنات اللي عندنا في جميع الألعاب، كل واحدة عندها موهبة في لعبة معينة. وبالتالي صح. نحن نشارك في جميع الألعاب الموجودة في شيخ هند، ونحن كلجنة رياضية نسوي خطة لعنا نشارك الفتيات والشباب في جميع البطولات الداخلية احنا نسوي، بالإضافة الى مشاركاتنا الخارجية مع المؤسسات او مع مجلس دبي الرياضي او مكتب التنفيذي او السياحة اللي هو العاب التحدي 30 في 30 ان شاء الله بيكون شهر اكتوبر الجاي يعني سنويا. بعد كلنا حنشارك في الالعاب، وانت ما شاء الله السنة الماضية عيادة ند الحمر كانوا مساهمين جدا في العاب التحدي 30 باي 30، كنتوا موجودين ويانا يعني. صحيح. وبالتالي صحيح. يعني نشوف نلاحظ جميع الموظفين والموظفات الهيئة يشاركون في مثل هالألعاب وعندهم حماس ان يشاركون دائما يعني. صحيح. شو الحين بما ان خلاص رمضان ان شاء الله جرب يخلص، شو عندكم خطة رياضية للباقي من السنة ان شاء الله؟ نحن خطة رياضية، احنا عندنا خطة داخلية، احنا نسوي مسابقات داخلية للموظفين بالإضافة إلى خطة اللي طرشونا مجلس دبي الرياضي. نعم. مجلس دبي الرياضي عندهم خطة سنوية، خطة شهرية طرشونا، شو الألعاب اللي تناسبنا نحن كهيئة الصحة نعم. نشارك الموظفين في مثل هاي الألعاب الموجودة.
جميعا ان شاء الله. وبالتالي نحن خطتنا الطويله لنهايه السنه ان شاء الله بتكون خطه عنا. وخطه ثانيه مسوين نحن كلجنه رياضيه داخليه، احنا بنسوي مسابقه، مو مسابقه مثلا بقول معرض لجميع الموظفين في الرسم، مسمين ابداع الفني لعام التسامح لموظفي هيئه الصحه. وبالتالي بيكون هالمعرض فني رسم تصوير خط العربي. وبالتالي نحن اكتشفنا ان ونزلنا بنزل اعلان ان شاء الله خلال الاسبوع بعد العيد ان عنده موهبه في مثل هالرسم وخط وتصوير يقدم نفسه، وعنده لوحات عند الشهرين الشهر 9 بنسوي المعرض، بالاضافه الى معرض رياضي نسوي جميع الانجازات اللجنه الرياضيه والصور اللي شاركنا والمبادرات اللي شاركنا. بنسوي معرض كبير بعد في مستشفى من المستشفيات حسب نعم. المساحات الموجوده هذا للموظفين. وبالتالي احنا عندنا خطه طويله الامد لنهايه السنه ان شاء الله نسوي بعض انواع الرياضه ان شاء الله. ممتاز، فمعناه هذا يا حمزه انتم ما تركزون فقط على الجانب الرياضي، حتى المواهب الاخرى الرسم الخط هتركزون على المواهب الثانيه. شو اهميه ان احنا نبرز مثل هالمواهب بدل الموظفين، يعني نقول لهم اللي عنده موهبه الرسم او الخط؟ لان في موظفين ما شاء الله عندهم مواهب صح. من شباب او البنات، وهذا اكتشفنا نحن مثلا اخت امل اللي في الاعلام عند موهبه الرسم وفنانه ما شاء الله. اكتشفنا الاخت شدرة نعم. بعد رسامه ما شاء الله، كانت مقابله قدرات في تشارك عموما في سباق القدره نعم. وعندها موهبه رسم الخيول وهالسوالف عندها، وسوت معرض قبل فتره بعد كانت موجوده. اخ خالد جلاف يعني احنا ما بنتكلم عنه ما شاء الله، خالد جلاف ما شاء الله معروف غني عن التعريف طبعا، خطاته غني عن التعريف صح يعني صح. وبالتالي وفي مواهب اخرى، في ناس انا كنت اعرفهم من زمان في الهيئه موجودين ما زالوا عندهم فن التصوير نعم، تصوير يصورون عندهم فن التصوير. وبالتالي هذا كل الناس نحن نشارك، مو بس الروتين العمل بس فقط، لازم نطلع مواهبهم ان هيئه الصحه بس مو العمل وروتين عمل والطب وهالسؤال، لا هيئه الصحه عند مواهب من الموظفين الموجودين صح. ليش نحن ما نطلع هالمواهب من هيئه الصحه، نقول يا ناس هذه هيئه الصحه تعالوا تشوفوا معارضنا الموجوده، هالمواهب هيئه الصحه موجودين الحمد لله. صحيح. لما تبعثون الاعلان هذه، الاعلان هذا بتطرشونه على ايميل الهيئه عشان الموظفين يسجلون في المعرض كامل ان شاء الله بعد رمضان بنزل الاعلان بالعربي بالانجليزي. ممتاز، اللي يحب يشارك وعندي شو ناس عندي كفاءه ونعطيه فرصه. نحن حاطين تارجت ان نسوي المعرض في شهر 9. وشو المواهب اللي تحتاجونها؟ خط ورسم. نعم. شو المواهب؟ خط ورسم، وشو بعد؟ خط ورسم وتصوير. وتصوير خط ورسم. اذا ما بتسوي معرض حق الاكل، انا بشارك بطبخ، ما تم معرض حق الطبخ حمزه سووا بطبخ لكم طبخ صحي والله. حمد بعد حمد عند طباخ بغالبكم عن حمد. منو حمد؟ حمد العطار طباخ؟ عي لازم تسوي لنا معرض عيال، مو معرض مسابقة طبخ يعني. مسابقة طبخ ليش لا؟ نطلع وصدقني بيطلع الهيئة فيها طبابيخ وايدين ما شاء الله، موهبة الطبخ موجودة في الهيئة أنا متأكدة. في شد إدارة الإعلام في يوم الوطني يسوي سباق الطبخ أتذكر. هي صح مرة. صح صح. وفاز حمد بعد. هو اللي فاز على البنات ما شاء الله عليه، على بنات وريايل، على بنات وريايل. لا نحتاج. انزين هي وموظفين هي يشاركون في جميع بطولات يعني، وعنده مواهب ما شاء الله يعني. صح اكيد. خبرنا حمزه بعد عن المشاريع الثانيه اللي عندكم او مبادرات عندكم، او حاب تقدم دعوه توجه للجمهور مثلا لاي مناسبه جايه او اي فعاليه جايه عندكم. والله أنا إذا بقدم دعوة بقدم لموظفين هي نعم. يعني موظفين هي نباكم مشاركون في المبادرات وتساهمون في المبادرات الجاية في ألعاب حكومية عندنا في تحدي 30x30 عندنا هذا وأشياء كثيرة اللي جاية، نحب أن أنتم تساهمون أكثر وتشاركون أكثر بأعداد أكثر من الحين موجودة. الحين أعداد مقبولة بس نحن صح. أكثر من هذا الألعاب وبدعم لجنة الإعلام في الهيئة مامقص الأخ محمود وأنت وجماعة الأخوان الأخوات الويات ما مقصرين في دعم اللجنة الرياضية، والأخوان في الإعلام زملاء أخ محمود ويوسف سعد صح وأخ ما يقصرون صح. ما مقصرين أبدا في إبراز دور الرياضة في هيئة الصحة بالضبط صح. إنزين أحن هالمسابقات الرياضية كذا حد يسألني قال دكتورة بشارك، بس شو مستوى اللياقة المطلوب؟ يعني لازم يكون حد مثلا رياضي وايد ويروح الجيم وايد، ولا ممكن حد لو حد حتى مستوى لياقته يعني؟ والله نحن نزلنا إعلان قبل فترة من شهر أخير
نبغى لاعبين بالالعاب الحكوميه. نعم الالعاب الحكوميه لا تحدي قوي. لا صعب، هي صعب الالعاب الحكوميه، لا لازم واحد يكون محترف تقريبا. وايد صعب. صح. وبالتالي احنا سوينا دعوه الا عنده كفاءه في نفسه. نعم. يسجل اسمه، ونحن من شهر 9 طبعا المبادرات والمعارض والمؤتمرات كذا بتبتدي من شهر 9. صح. يكون جو زين يعني. صح. وبالتالي انا عده مبادرات التحدي عندنا. المرموم مليحه وهذا وايد اشياء تحدي عندنا. نبغى نحب نشارككم في مثل هذه الالعاب ونشوف كفاءتهم. واللي زين وممتاز بناخذه للالعاب الحكوميه. تدربون حق الالعاب الحكوميه. ندربهم حق الالعاب الحكوميه، احنا ما نبغى ناخذ اي واحد ومودي الالعاب الحكوميه يتعور علينا. رياضه قويه، منافسات قويه. يغمى عليه من اول تحدي، تحدياته وايد صعبه. وايد صعبه. من اول تحدي، وبالتالي انا افتكر احنا نزلنا دعوه باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه. نعم. اذا عندك كفاءه في نفس موظفين هي نقول اهلا وسهلا ونشاركهم في عده تحديات قبل البطوله، ونشوف اللي في نفس الكفاءه ونبنيه مدرب يشوف كفاءتهم يعني. ممتاز. وبالتالي بناخذ الاحسن عشان نشاركهم يعني، نعطي فرصه للناس غير بعد. صح. يكونوا متواجدين في الهيئه. ممتاز. وهل البطولات او المعارض الثانيه هاي اللي قلت لي عنها مستوى يعني ما تكون بمستوى شده الالعاب الحكوميه يعني تكون قويه؟ في بعض الالعاب مستوى ما هو مستوى وايد عالي يعني. صح صح. متوسط. صح. يعني بيكون ممتاز يعني. شو بطوله شيخ هين اللي تعرف تلعب طاره او تسله او تنس او ريشه او بولينج. نعم. سنوكر هذا يكون يتفضل ويسجل ونحن نرحب فيهم جميعا يعني. ممتاز. وطبعا لان الهدف من يعني هدفكم طبعا تغطون معظم الموظفين بمختلف مراحل اللياقه اللي عندهم يعني، مو كل حد يكون يروح النادي كل يوم او رياضي من الدرجه الاولى، في ناس عندهم مرتين في الاسبوع ثلاث مرات في الاسبوع يعرفون، فعلى الاقل يعني نشجعهم، وممكن اتوقع لما يدخلون مثل هالمنافسات وهالالعاب يطلعون متحمسين اكثر ويزيد ممارستهم لهذه الرياضه. في يعني موظفين وموظفات احبوا الالعاب الحكوميه عقب ما شافوا هذا متحمسين انهم يسجلوا اساميهم يعني، ساعات يقولون ليش ما تسجلون اسامينا، كيف نسجل اسامينا. جميل ممتاز. نرحب فيهم هذا. بالعكس مبادره التحدي يسوي موضوع جميل جدا يعني للرياضيين يعني. اذا بغيتوا حد يشجع انا جاهزه يعني. يا حمزه اوكي، اذا بغيتوا حد يشجع انا جاهزه. والله أنا باكو في التشجيع ليش لا. خلاص تشجيع علي إن شاء الله ما تقصر يا حمزة. شكرا لك أخ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة ما شاء الله ما شاء الله يعطيكم العافية يعني، أنتوا فريق رائع ما شاء الله، مخلين الهيئة دائما نشيطة، دائما إحنا نترية شو الفعاليات اللي عندكم، شو الأنشطة الجاية اللي عندكم، يعطيكم ألف ألف عافية. مشكورة وتسلمين. شكرا لك ونهارك سعيد، وإن شاء الله نترية أخباركم الفعاليات الجاية وإن شاء الله والمعرض اللي بتسوونه في شهر 9 إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا حمزة. شكرا. شكرا. نهارك سعيد. شفتوا مثل ما قال حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية إن الهدف إن إحنا نطلع المواهب الموجودة. الحين مثل ما بنقول بالمصطلح العامي الترند او الدارج ان الهيئات تركز على المواهب الاخرى عند الموظف، ما صارت الهيئات تشدد فقط ان والله انا كموظف اعرف اسوي وظيفتي فقط، ان ابصم ادخل الدوام ابصم اسوي الوظيفه الموكل فيها ابصم برا واروح بيتنا، صارت الهيئات الحين تركز على المواهب الاخرى، على اداره المواهب، شيء الحين صار عندنا مكتب اسمه اداره المواهب، يعني المواهب المختلفه عند الناس، لان إدارة المواهب هي أفضل استثمار لما يكون أنا عندي أكتشف مواهب موظفيني على اختلاف المواهب اللي عندهم. ما في حد يقول أنا ما عندي موهبة، ما في حد خال من الموهبة، كلنا لدينا مواهب، لكن في بعضنا يهتم بهذه الموهبة، يحاول ينميها تدريجيا، يشارك بعض النشاطات اللي لها علاقة بهالموهبة، وفي ناس تقول لك شو يا أخي موهبة وكلام فاضي، ما يحسون بقيمتها. وأنا أحس العالم أصلا يتوجه الآن، توجهه بيكون حق عيالنا بعد 10-15 سنة بيكون على المواهب أكثر من على الشهادات، وهذا قاعد نشوفه الحين يعني، تشوفون في ناس صاروا عندهم صارت عندهم ملايين بموهبتهم بمواهب، مجرد مواهب تكون عندهم، طبعا الدراسة تدعم، لكن الموهبة هي عبارة عن كنز. ليش؟ لأن المواهب لا تتكرر، يعني حتى مثلا لو أنا وثلاث أشخاص غير عندنا نفس الموهبة، كلنا عندنا هالموهبة بدرجات مختلفة وبإبداع مختلف. عرفتوا كيف؟ مثلا أبسط شيء ناخذ مثال بمن أنا أطبخ، موهبة الطبخ، ممكن أنا أطبخ وأمي تحرم غيري تطبخ، طبعا كلنا عندنا موهبة الطبخ، لكن كل واحدة لها اللمسة اللي تخلي النتيجة النهائية مختلفة.
فهذه رسالة، وأنا دائما لما أتكلم في وسائل التواصل دائما أشجع أن احنا نشجع مواهب عيالنا. للأسف احنا في زحمة الحياة والواجبات والمدارس والدوام الدراسي الطويل ودوام الأمهات الطويل أيضا، وغير احنا نرد البيت وأحيانا معانا شغلنا ولابتوبنا، ننسى ننتبه أن شو مواهب عيالنا، لازم نطلع مواهبهم، لازم نكتشف شو فيهم المواهب ونعطيها اهتمام. أنا أعرف أنه صعب جدا مثلا أكتشف مثلا في ابني موهبة الرسم، أقعد معاه كل يوم مثلا يرسم، هذا بيكون صعب وهذا طلب مستحيل أن أطلب من الأمهات، لأنه طبعا يكون الطفل عنده تعبان من المدرسة وعنده واجبات وعنده امتحانات وغيره وغيره، وغير الأم تكون أصلا تعبانة من الدوام أيضا. لكن الموهبة مو شرط أن أنا أعطيها اهتمام كل يوم بالساعات، ممكن ساعتين أسبوعيا مثل ما أنتوا تحبون، ساعتين أسبوعيا مثل ما أنتوا تحبون توزعونها، نص ساعة كل يومين، ساعة يوم الجمعة، ساعة يوم السبت مثلا، نص ساعة يوم السبت، وزعوها. ولكن لازم نعطي انتباه لمواهب عيالنا، لأن الموهبة هي الكنز الحقيقي، هي الدراسة ما رح تعلمه، ما رح تنمي فيها الموهبة، نحن نستطيع أن ننمي مواهب عيالنا. فهذه رسالة لجميع الأمهات والأبهات اللي يسمعون اليوم، شوفوا عيالكم شو عندهم مواهب. عيالنا ما شاء الله أذكياء، عندهم مواهب نستغرب إحنا منها، ممكن تكون موهبة تمثيل، ممكن تكون موهبة طبخ، ممكن تكون موهبة رسم، غناء، قراءة قرآن، موهبة في الحساب، ممكن تكون موهبة عندهم السبيلينج أو تهجئة الكلمات، هذه موهبة ترى وعليها مسابقات عالمية تستوي. فننمي الموهبة، مثلا خلينا نقول لو موهبة أنا مو بحابتها في الطفل، مثلا موهبة مثلا طفل يعرف يغني، أحاول للأناشيد يستوي منشد، أحاول للقرآن. فنحن ننمي في أطفالنا، احنا نشوف مثلا في وسائل التواصل أطفال حاطين فيديوهات ما شاء الله تغني، الطفل يغني أغاني كاملة، ما لو أخذ هذه الموهبة اللي عنده هو قادر يحفظ أغاني أخليها في القرآن أو في الأناشيد، تعرفون شو الأجل بحصله أنا وبحصله هو وتأثيره على العالم، كل شخص يسمعه سبحان الله يستوي منشد لما يكبر. فنبى نستثمر في مواهب عيالنا. إحنا وصلنا هذا البرنامج، عيسى السبيل شكرا لك، كانت معي نجاة في التنسيق، إن شاء الله كنت خفيفة معاكم على مدى ساعة على الهواء، وما بشوفكم إن شاء الله عقب العيد، فأقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك مقدما، ولأن ألقاكم إن شاء الله بعد عيد الفطر السعيد أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.